إذا للوقوف عند ملف الصحافة والتحديات التي تواجه الصحفيين العراقيين، انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. في عيد الصحافة العراقية، يعني العراق ما زال متأخرا في مؤشر الحريات الصحفية، طبعا وفق تقارير منظمات حقوقية، ولكن من الجهات التي تحارب قلم الصحفي العراقي أستاذ أحمد؟ نعم، بالتأكيد المؤشرات التي رفضتها المنظمات المعنية بحرية الصحافة باعتبار العراق بلدا متأخرا وغير آمن بالنسبة للعمل الصحفي هي صحيحة، تنطبق على الواقع الخطير الذي يعمل به الصحفي العراقي اليوم. اليوم الصحفي العراقي يواجه تحديات أمنية وتحديات سياسية، ويضاف إليها أيضا تحديات اجتماعية. كما تعلم اليوم العراق تقع أمنه وتقع سلامته تحت سطوة ميليشيات وتحت سطوة جماعات كالاتحاد الأسد مشاركة بالسلطة وتتحرك على الأرض بفتة حكومية. هذه الجهات وهذه الجماعات المسلحة كثيرا ما سلطت أسلحتها وبنادقها لاغتيال الصحفيين بسبب الكلمة الحرة. كما أن الصحفيون العراقيون يواجهون تحديات سياسية تتمثل برغبة السلطات الحاكمة في أن تدور الصحافة ويدور كل الصحفي في فلك الأحزاب الحاكمة، وهذا لا يمكن. نعم، ولا يمكن أن يكون له أي صحفي حر يعمل في العراق. أستاذ أحمد، ولكن وفق الدستور الحالي، دستور العملية السياسية في العراق، فإن حق حرية التعبير مكفول للجميع، لماذا لا يترجم ذلك على أرض الواقع؟ ما الأسباب برأيكم؟ للأسف يعني كل هذه القوانين وكل هذه الاعتقادات التي نص عليها الدستور هي حبرا على ورق ولم يطبق أي شيء على أرض الواقع، لأن الخلل يبدأ من السلطة التي وضعت هذه الاعتقادات وهذه الأحكام لعدم رغبتها في أن يتبع الصحفيون في فضاء واسع من الحريات. طالما ما كانت السلطات الحاكمة في العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم هي الند الأول لحرية الصحافة، يوم طمع الصحفيين من أصغر دائرة في العراق إلى أعلى دائرة. يوم كان أي جندي أو أي شرطي أن يوجه لسانه وأن يعتقل وأن يضرب حتى الصحفيون الذين يمارسون أعمالهم كل يوم شوارع بغداد. يوم الصحفي محاط بإجراءات أمنية وإجراءات إدارية كبيرة تحول ضد أن يؤدي عمله بحرية، فإن على الصحفي أن يقوم بالحصول على موافقات على سبيل المثال، وعلى الصحفي أن يحصل على اعتماد من النقابة وكذلك من هيئة الإعلام والاتصال مقابل أجور مادية ضخمة للأسف. فكل هذه الإجراءات وضعت طوقا خانقا على رغبة الحر. أستاذ أحمد، كما تعرفون ومعلوم للجميع، هناك عمليات استهداف مؤسسات إعلامية بعينها، يعني من عمليات حرق واعتداءات على المكاتب وحتى على القنوات. ما هي أثرها على واقع الصحافة اليوم؟ هل يتأثر الصحفي بهذه الاعتداءات أستاذ أحمد؟ بالتأكيد، للأسف كل الاعتداءات التي طالت بعض القنوات العراقية المحلية وحتى الوكالات المجلسية والصحف كان دافعها وبأساس طائفي. فهنالك ميليشيات دائما ما تكون مستعدة لأن تتلقى الأوامر من جهات وميليشيات وأحزاب مشاركة بالسلطة من أجل مهاجمة القنوات العراقية التي تتناول ملفات
مهمة وستتعلق بفساد الطغمة الحاكمة في العراق. لذلك نعم لحد الآن لم تقم السلطات القضائية وكذلك الحكومة تقديم المتورطين بعملية قمع وعملية اعتداء على الصحفيين وقتلهم. اليوم كما تعلم لدينا أكثر من 500 شهيد من نعم. الصحفيين العراقيين الذين قتلوا منذ عام 2003 ولغاية اليوم. لم تقدم السلطات القضائية ولا الحكومة أي مذنب ثبت عليه جرم قتل الصحفيين وتغييبه. يعني 500 شهيد في مجال الصحافة، ولكن الأحزاب السياسية تقول إن عراق ما بعد 2003 دولة ديمقراطية تحفظ حقوق الجميع بما في ذلك الصحفيون. أريد سؤالكم وأنت في بغداد، هل العراق دولة ديمقراطية تحفظ حرية التعبير أستاذ أحمد؟ للأسف يعني كما قلت لك يعني هذا قول العراق دولة ديمقراطية يكون من حق أي مواطن عراقي وكذلك أي حزب أن يقول كلمته، وأيضا يكون من حق أي حزب سياسي وأي سياسة أن تقوم بقتل وبقمع الصحفيين الذين تشعر أنهم يهددون بقائهم في السلطة. لذلك كل الصحفيين الذين تم اغتيالهم أو تم تغييبهم قد غيبوا على يد السلطة الحاكمة وعلى يد الأحزاب المشاركة في السلطة. لذلك أعود وأقول بأن المتهم الأول بعجالة لو سمحتم أستاذ أحمد، آسف للمقاطعة، ولكن بعجالة كيف ترى مستقبل الصحافة في العراق بنقاط محددة باختصار يرجى منكم ذلك؟ إذا ما بقي الحال على عليه اليوم فإننا مقبلون على أيام أكثر خطورة بالنسبة للعمل الصحفي. التهديدات ما زالت نفسها، ما زال العراق يشهد انتهاك السلاح، جماعات مسلحة تتجول في الشوارع بكل حرية وتتعرض للصحفيين. لذلك ينبغي أن يكون هنالك وقفة جادة من جميع الصحفيين العراقيين مساندة الجهات الوطنية وكذلك المنظمات المعنية بحرية الصحافة. شكرا أستاذ أحمد. نعم من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.